سجلت مملكه البحرين ارتفاعا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا واعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 2752 حاله قائمه جديده ليرتفع العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 26849 حاله منها 41 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و15 حاله في وحده العنايه القصوى هذا، وتم تسجيل حالة وفاة خلال اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1550 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 489,331 حالة